السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد قريشلات ولا بقيقسات اللي حلوين اللي زوينين بزاف، مع واحد الإضافة. غادي نزيدهم واحد الإضافة اللي غادي تشاهدوها معايا ان شاء الله في الفيديو، واحد الإضافة اللي تتعطيهم واحد النكهة مميزة وتيجيو مختلفين على قريشلات اللي موالفين دائما تنحضروا. هاد الاضافه اللي غادي نضيف لهم ان شاء الله هي رائعه بزاف، غادي ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. تنتمنى ان شاء الله تتبعوا جميع المراحل ديال هاد الفيديو حتى الاخر. بالنسبه لهاد قريشلات الحلوين ولا فقيقسات الحلوين اللي غادي نحتاجوا ليهم، غادي نحتاجوا هنا المقادير. غادي نعطيكم المقادير ديال 2 كيلو ديال الطحين. انا غادي ندير 2 كيلو ديال الطحين اللي هو يدير نصف ديال هاد المقادير، يدير النص. عندي هنا زلافة ديال الجنجلان مطحون، زلافة ديال الجنجلان اللي طحنتو ما حمرتو ما والو، زلافة ديال الجنجلان مطحون وزلافة ديال الجنجلان اللي صاين. الا بينا نديرو النصف ديال المقادير، يعني بينا نديرو غير كيلو، تنديرو زلافة ما بين المطحون والصاين، يعني نص زلافة نص زلافة. عندي هنا 4 ديال الكيسان، 4 الكيسان ديال الزيت بعبار العنبة. بغينا نديرو كيلو غادي نديرو غير 2 كيسان. وعندي 2 كيسان ديال الزبدة مدوبة. عندي هنا 3 الكيسان ديال سنيدة. نتوما الا كنتو غادي بيتو هاد قريشلات يكونوا حلوين، غادي ديرو كل كيلو ديرو فيه 2 كيسان، يعني غديرو في 2 كيلو ديرو فيه 4 ديال الكيسان. عندي هنايا عندي النافع، النافع عندي هنايا طحنتو. عندي هنا 4 ديال المعالق ديال النافع اللي مطحون. عندي 3 ديال الخمارات. عندي 2 ديال البيضات وواحد القبيصة ديال الملحة. وبالنسبه لواحد المكون اللي غادي يكون اللي هو اللي غادي يكون مختلف في هاد القريشلات، هو واحد المكون اللي غادي يعطيهم واحد الضوء وواحد النكهه اللي غزاله بزاف. غادي هذا هو المكون اللي غادي نزيدو في هاد القريشلات. غادي نديرو لهم هاد فانتا، هادي هي باش غادي نجمعو هاد القريشلات ديالنا عواد الماء، غادي نجمعوهم بهاد فانتا. دابا غادي ندوزو على بركه الله باش نحضرو القريشلات ديالنا. دابا عندي هنا كي قلت لكم 2 كيلو ديال الدقيق الابيض اللي غربلته. دابا غادي نزيد عليه هاد القبيصه ديال الملحه، الجنجلان، كي قلت لكم زلافه ديال الجنجلان صاين وزلافه ديال الجنجلان مطحون ما محمرينش. وعندنا هنا 4 ديال المعالق كبار ديال النافع اللي مطحون. غادي نزيد عليهم 3 ديال الكيسان ديال سنيدة. بغيتو ها تكون حلوه هاد الفقيقسات ولا قريشلات، غادي ديروا 4 ديال الكيسان، ولكن حيت غادي نزيدو فيهم فانتا من الاحسن نديروا غير 3 الكيسان باش جينا الحلاوه هي هذيك. صافي دابا غادي نخلط مزيان هاد النواشف هكا. صافي دابا خلطنا هاد النواشف مزيان باش يجينا الخليط ساهل. غادي نزيد دابا هاد 2 كيسان ديال الزبده. نزيد الزيت. غنخلط بشوي حيت عندي انا عندي هذا الخليط كثير. غادي نزيد الزيت كي قلت لكم 4 ديال الكيسان ديال الزيت، كل كيلو فيه 2 كيسان ديال الزيت وكاس ديال الزبده. صافي هنا الخليط ديالنا هو تخلط مزيان مع الزبده والزيت. دابا غادي نزيد هذوك 2 بيضات.
غادي نزيد هاد ثلاثة ديال الخمارات. الا كنا غادي نديرو كيلو غادي نديرو غير جوج خمارات، غنديرو كل كيلو فيه جوج خمارات. دابا حيت عندي هنا جوج كيلو، هنا درت هي ثلاثة الخمارات باش ما يخمروش ليا قريشلات. صافي دابا غادي نبدا تنجمع العجين بشوي بشوي، نبدا تنجمع العجين بشوي بشوي، نزيد في فانتا ونجمع في العجين ديالنا غير بشويه، ما تكونش العجينه جاريه وما تكونش قاصحه. صافي هنا دابا غادي نبقى هكا تنزيد غير شوي بشوي ديال المناضه، وانا تنجمع في العجينه، العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه باش تقدر تحرب لينا العجينه وما تجيناش دوك ملي تنحربلو هاد الحرابل ديالنا يبقاو بحال لا تيتحلوا لينا. غادي نستمر حتى نجمع العجينه ان شاء الله، بعد ما نجمع العجينه نتلاقى. صافي جمعت العجين ديالي، هانتوما كي تشوفوا، هانتوما شوفوا القوام ديالها كيفاش تيجي، ما تندلكوهاش بزاف غير تنجمعوها مزيان وصافي. هنايا بالنسبه للفانتا هانتوما شوفوا شحال بقى ليا من يطرو، هانتوما شفتوا شحال ما هزاتش ليا يطرو كامل. دابا غادي ندوز على بركه الله باش غادي نحربل هاد قريشلات. غادي نشد العجينه وغادي نقطعها بحال هكا، بحال هكا ونحربلوها على حساب القياس ديال هاد قريشلات قداش بيناهم. بحال هكا انا سنبيهم بهاد القياس، ما يكونوش غلاضين بزاف، وغادي نحط على جنب حتى ندير واحد ستة هكا ديال الحرابل ولا 8، عاد نبدا تنقطع باش ما ترخاش لينا العجينه ديالنا، نبقى تنقطع ديريكت في الطاوه. صافي غادي نستمر بشوي بشوي حتى ندير واحد ستة هكاك ولا 8 ديال الحرابل باش ندوز ان شاء الله نقطعهم معاكم. صافي هنا بعد ما حربلت العجين ديالي غادي نحيد، نجيب مقص ونحيد هذا الراس هكا ونقطع بهذه الطريقه هكا بحال العجين. بحال هكا هاد الريوس تنحيدهم، تنعاود ان شاء الله نعاود نجمعهم، نعاود نقطع هكا بحال مائل هاد الشكل هكا. نسيت ما قلتش لكم بان هذه ديك العجينه تنجمعوها في واحد الكيس بلاستيكي، ما تنخليوهاش هكاك، ما تنخليوهاش هكاك عريانه، تنجمعوها في واحد الكيس بلاستيكي وتنخليوها على جنب، فين ما بينا شي حاجه تنهزوها منها ونحربلو شويه عاد نقطع عاد نهزو الاخر. هما في الحقيقه هاد قريشلات تيبغيو العوين، خصوصا الا كانت واحد الكميه كثيره، ما تتبغيش الواحد يكون غير واحد زعما هي واحد المره بوحدها، تجي شويه صعيبه. هما من الاحسن تيبغيو العوين دغيا تيساليو، واخا حتى تكون كميه كثيره دغيا تيساليو. ونحاولوا بحال هكا نقادوهم
باش ما يلصقوش لينا بهذه الطريقه هكا. صافي انا غادي نستمر هكا حتى نعمر هاد اللاطه ديالي. بعد ما ان شاء الله غادي نعمر هاد اللاطه نتلاقاو. صافي هنايا ها هما قريشلات قطعتهم في الطاوه، دابا سدتهم مزيان باش ما نخليوش شي فوق شي باش ما تعجنش لينا قريشلات. غادي نديهم غادي ندخلهم للفران حتى يطيبوا من التحت. منين يطيبوا غادي ننزلهم يطيبوا من هنا من الوجه، وغادي نعاود نبدا تنحركهم هكا ونعاود ندخلهم باش يتحمروا وتكون العافيه مهيله باش يتحمروا قريشلات ويجيو محمرين من كاع الجوايه. بعد ما يطيبوا ان شاء الله غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل ديال القريشلات اللي حضرت معكم اليوم، هانتوما شوفوا كيفاش تيجيو. كي قلت لكم في الطياب منين تربيو نطيبوهم تندخلوهم الفوق وتتكون العافيه تحت منهم. من بعد منين تيتحمروا من التحت تنزلوهم باش تكون العافيه في الفوق على الوجه، وتتكون كي قلت لكم العافيه مهيله باش تنبداو منين تيتحمروا من الوجه ديالهم تبقاو تنحركوهم باش يتحمروا من كاع الجناب. كي تتشوفوا ها نتوما شوفوا كي تيجيونا قريشلات محمرين وتيجيونا زوينين في الشكل ديالهم مع ديك الاضافه اللي ضفت لهم. ها نتوما شوفوا كيفاش تيجيو، تيجيو زوينين بزاف ورائعين، تيجيو هشاشين مع هذيك فانتا اللي حضرناهم بها، تعطيهم واحد النكهه اللي مميزه على قريشلات اللي مالفين تنحضروا كاملين. تنتمنى ان شاء الله القريشلات اللي حضرت معكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ولا عجبكم ما تنساونيش من التعليقات ديالكم اللي تيزيدوا يشجعوني وبارطاجيو الفيديو.